انا بعد الترشيحات من نص دخلت بجد كتقول بانه باه هو الخليفه ديال الا كان المخزن كيوجدو ولكن كنظن حتى باه هاد الهضره اللي قال اخيرا زهق فيها هذاك الهجوم اللي داع الداخليه واش كتصور كيفاش غادي بعد الداخليه غادي يبقى فيها حصاد قول لي كي غادي يديروا باش يتعاشروا كيف بغيتي يديروا حصاد ما بقاش كيعترف بن كيران انه موجود هذه كي غادي يديروا مشكل غادي يطرفوا واخا يجيبوا البي جي دي غادي يطرفوا نهائيا غادي ياخذوا حكومه السياده وغادي ياخذوا كاع الحكومات اللي فيها حقيقه الحكم غادي يخليوه عريان